دكتور أيمن، حضرتك ممكن تكلمنا عن جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار؟ تمام. لو جينا نتكلم عن جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار، السؤال ده مثلا لو كانت سأل نقول من حوالي مش كتير يعني من 15-20 سنة، كان المتلقي أو اللي هيتسأل السؤال ده كان ممكن ينفعل جدا. ينفعل ليه؟ لأن ساعتها إن أنا أتكلم عن جراحة جيوب أنفية بالمنظار ده كان عايز أقول إنه في بداياته في أواخر الثمانينات أو في أوائل التسعينات كان ضرب من الخيال، إن أنا أدخل جوه الجيوب الأنفية بالمنظار وأشيل التهابات أو أشيل لحميات أو أشيل حتى أورام دلوقتي، ده كان زي ما بنقول ضرب من الخيال. والجراحين اللي هم بصراحة بدأوا الموضوع ده يعني لاقوا مشادات وخناقات وعنيفة جدا بسبب ان هم ازاي هيعملوا الحاجة دي بالمنظار. انا عايز اقول ان دلوقتي بقى الطبيعي، مش الطبيعي بس كمان، ان انا لما اتكلم عن حاجة من غير المنظار يبقى انا كده اللي ضرب من الخيال، الا طبعا في بعض الحاجات المعينة ودي معروفة. يعني مثلا هنقول جراحات الجيوب الانفية بالمنظار دي بدأت يمكن في اواخر او في نص الثمانينات، دي كان بدايتها خالص. ونقدر نقول مثلا ان البدايات كانت طبعا حاجات اللي هي البسيطه، لالتهابات الجيوب الانفيه المزمنه، لحميات الجيوب الانفيه اللي هي البسيطه برضو. انا عايز اقول دلوقتي ان احنا حاليا دلوقتي، والله اعلم بعد كده هنعمل ايه او هنوصل لايه في الجراحات ديت، ان تقريبا ما فيش حاجه في الجيوب الانفيه بتتعمل الا بالمنظار، الا حالات نادره جدا بنحتاج نعمل فتح او فتح خارجي، ودي حاجات معروفه ونادره جدا. من اول الالتهابات لحد اورام المخ واورام الغدد النخاميه دلوقتي بالمنظار عن طريق المناخير او عن طريق النوز. يعني مثلا هنقول امثله بسيطه في الجراحات ديت، من اول الالتهابات زي ما قلنا التهابات الجيوب الانفيه المزمنه، طبعا واحنا عارفين بعض الاعراض ليها اللي هي انسداد الانف، الافرازات المخاطيه المستمره، الانسداد المستمر للانف مع بعض في بعض الاحيان البسيطه اللي ممكن يبقى فيه تقل او صداع، مع بعض الحالات اللي ممكن يبقى فيه تكون لحميات في الجيوب الانفيه مع انسداد الانف مستمر. طبعا بكل بساطه وبكل سهوله العمليه دي بقت بالمنظار. بكل بساطة برضو العيان تقريبا ممكن يعني يبات يوم أو ما يباتش خالص في المستشفى ويروح في نفس اليوم. تطورنا بعد كده بعد الالتهابات وبعد اللحميات إن إحنا ممكن دلوقتي نعمل أورام الجيوب الأنفية تقريبا. طبعا بدأنا بالأول بالأورام الحميدة، دلوقتي بعض الأبحاث الجديدة دلوقتي إحنا بنتكلم دلوقتي كمان في الأورام الخبيثة، إن إحنا برضو بتتشال بالمنظار محتاجش بعضها. طبعا في بعض الحالات حالات قليله او حالات نادره بنحتاج ان احنا نستعين بفتح خارجي، ترقيع او اصلاح قاع الجمجمه او السائل ارتشاح او السائل المخي من الانف، ده برضو بيتم حاليا بالمنظار. طبعا زمان كان بيتم عن طريق ان انا بفتح فتحه عملاقه في الجمجمه وبنرفع المخ وبعدين نحط الرقعه، طبعا كانت عمليه عنيفه وعمليه كبيره والكومبليكيشنز او المضاعفات بتاعتها كانت كبيره. دلوقتي بكل بساطه جدا انا بدخل جوه المناخير بحط الرقعه بتاعتي ونسبه النجاح بتاعتها تكاد تكون تقارب الفتح، وطبعا بنسبه مضاعفات او بنسبه اعراض جانبيه قليله جدا عن الفتح القديم. اورام دلوقتي الغدد النخاميه، اورام الغده النخاميه تقريبا برضو بقى معظمها برضو بيتم عن طريق المنظار. فاحنا بنتكلم دلوقتي في ثوره وما نعرفش بعد كده كمان هيبقى فيه ايه. احنا دلوقتي وصلنا تقريبا، انا بقول لحضرتك حتى اورام المخ او اورام قاع الجمجمه تقريبا كلها دلوقتي بنعملها، واصلاح قاع الجمجمه بنعمله عن طريق المنظار. ميزه المنظار حاجه مهمه جدا، انا دلوقتي في المنظار انا شايف الجلوبال فيو او عندي فيو كامل او بانوراميك فيو لكل الفيلد بتاعي. حاجه تانية ودي المهمه برضو، عمليات الجيوب الانفيه القديمه او اورام الجيوب الانفيه، تخيلي حضرتك لما بنفتح الانف او بنفتح الجيوب الانفيه ده بيكون فتحه فين؟ في الوجه. فالعيان حتى لو هياخد نتيجه برضو كويسه، بس العيان في الاخر بيطلع ما بيفتكرش ان كان عنده ورم، بس بيفتكر في الاخر شكل وشه اللي اتدمر تقريبا. انما دلوقتي تقريبا انا واخد نتائج نفس النتائج تقريبا بتاعه الفتح او فتح الجرح، وفي نفس الوقت العيان بيخرج من غير ولا غرزه. فطبعا في ثوره كبيره جدا في جراحه الجيوب الانفيه بالمنظار، ويعني والقادم ان شاء الله تعالى هيبقى افضل وافضل الفترات القادمه ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. عفوا.